ناشد القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية جميع الأطراف في الساحة السياسية بضبط النفس والتعامل بعقلانية مع قضايا الوطن وتغليب لغة العقل والمنطق على لغة القوة وفرض الأمر الواقع. جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية حول الوضع الاقتصادي الحالي وأثره على الإصلاحات المالية والإدارية للدولة، وتم قراءته في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء. رجال الأعمال وفي مسعاهم للاطلاع على مسببات الأزمة القائمة بحيادية، قام عدد منهم بالتواصل مع القيادة السياسية والأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة للوصول إلى حلول مرضية للجميع. هذا ما تم الكشف عنه في المؤتمر الصحفي للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الذي عقد اليوم بصنعاء. قام فريق من قيادات القطاع بالتواصل والتشاور مع القيادة السياسية والأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بهدف الاطلاع على مسببات الأزمة القائمة بحيادية وموضوعية، على أمل الوصول إلى حلول حضارية سلمية مرضية للجميع تخدم المصلحة العليا للوطن. حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة بالزيادات السعرية للمشتقات النفطية، رجال الأعمال رأوها ضرورة يفترض حصولها من السابق. نحن لم ندعم مبدأ الجرعة، غير المفهوم، نحن ندعم إصلاحات حقيقية وجوهرية مثل ما قال الأستاذ عبد الوهاب ثابت، يستفيد منها المواطن والموظف الذي يعمل في الدولة. نحن مع رفع الحد الأدنى للأجور، نحن مع حزمة متكاملة ومعالجة متكاملة، وهذا الطرح يطرحه كل القوى السياسية على كل حال. في المؤتمر أيضا أكد رجال الأعمال أنهم ملتزمون بعدم رفع أي أسعار للمنتجات والبضائع نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. كل المصانع وكل القطاع الخاص متعهد انه لن يتم رفع السلع المنتجات والمحاليات كامله. فاذا صار هناك اي تعديلات او اي زياده في الاسعار يتواصلوا معنا ونحن نتواصل مع المصانع هذه ونخليهم يوفوا بما تعهدوا به على ارض السوق. أعضاء الغرفة التجارية الصناعية أكدوا أن الاتصالات مع كل القوى السياسية ما زالت مستمرة، ويناشدون الجميع بضبط النفس وتغليب لغة العقل على لغة القوة. رهيم الشرابي، حصاد السعيدة.